ولا زال الحديث موصولا بنا حول الحج وهذه الرحلة المقدسة المباركة. أسأله جل وعلا أن يمن علي وعليكم وعلى كل مشتاق بتأدية هذه الفريضة المباركة، وألا يحرمنا من الحج كل عام وعلى الدوام بمنه وفضله وجوده وكرمه. اللهم آمين يا رب العالمين. تكلمت مع حضراتكم المرة اللي فاتت عن تعريف الحج والعمرة، أو عن تعريف الحج لغة وشرعا، وتحدثت كذلك عن حكمه وقلنا بأنه ركن من أركان الإسلام. طيب، إيه فضل الحج؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج والعمرة بينفيان حاجتين، الفقر والذنوب. لو انت عايز ربنا يغنيك من فضله تابع بين الحج والعمرة، لو عايز ربنا يكفر لك الذنوب والسيئات تابع بين الحج والعمرة. ليه؟ لأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. والله في يوم عرفة أنا بعمل حاجة كده غريبة شوية. يوم عرفة أصلي الفجر وأنظر إلى وجوه الناس اللي موجودين معايا، فأتفقد الوجوه وأنظر إليها وأطيل النظر، ثم أعيد النظر إلى الوجوه عند المغرب، أشوف الوجوه اللي قدامي في صلاة الفجر لسه واقفين بعرفة. والوقوف بعرفة بيبدأ من الزوال، يعني من الظهر إلى فجر يوم العيد. فأنظر إلى الوجوه وأطيل النظر، ثم أعيد النظر مرة أخرى عند المغرب بعد الوقوف بعرفة. خلاص الناس نازلة من عرفة، فإذا أفضت من عرفات وقت الإفاضة ينزل من عرفة لمزدلفة ليبيتوا بمزدلفة. والله أجد الوجوه تغيرت، وأجد الوجوه قد كساها النور والهيبة، وعليها نور الإيمان، وعليها تجليات المغفرة والرحمة والإقبال من الله والإقبال على الله. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. احنا في دنيانا يجي رئيس الجمهورية او ملك الدولة او اللي مسؤول في مكان معين الحاكم يعمل عفو رئاسي او عفو ملكي عن بعض المساجين، عن بعض اللي عملوا ذنوب وعملوا اشياء استوجبت ان يسجنوا بسببها. ما بالك وانت في ضيافة ملك الملك والملكوت؟ ده انت في ضيافة الملك، في ضيافة الجليل، في ضيافة الكبير. يقول للملائكة: يا ملائكة هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. وسيدنا النبي يقول في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلم يرفث يعني مقدمات الجماع لو معه زوجته، ولم يفسق لم يجادل، لم يخاصم، لم يغتب، لم ينم، لم يتكلم في الناس وفي أعراض الناس، يرجع كأنه ولد الآن. فربنا يجعلنا أهلا لهذه الرحمات الإلهية. اللهم أمين.